تيك تاك تيك تاك، لمسة وباص، باصة ولعبة، وحدة قياس المتعة وسحر الكورة في مدينة كاتالونيا. الكرة دلوقتي الناس بتقيسها بالأرقام والإحصائيات، لكن المهارة والمتعة أنا لو حبيت أقيسها وأحددها هعمل إيه؟ مفيش طريقة غير عينك عزيزي المتابع، مع كل لمحة مهارية هتعرف قيمة اللاعب. كل لمسة لها طعم مختلف، ومعاها بيطلع منك الطفل اللي بيشوف الكرة لأول مرة. والنهاردة الحدوتة مش عن لاعب، دول ثلاث نجوم اتجمعوا في مجرة واحدة عشان يكونوا حجر الأساس في جيل برشلونة التاريخي مع بيب جوارديولا: تشافي هرنانديز، أندرياس إنيستا، سيرجيو بوسكيتس. هاتريك نص ملعب برشلونة. يلا يا صديقي الأول كده يدينا اللايك الجميل، وما تنساش تسيب رأيك في الكومنتات عن الهاتريك الجديد اللي تحب إننا نتكلم عنه، ويلا بينا. وعشان نشوف اللي الثلاثي ده عمله سوا، لازم نرجع بالزمن لورا شوية لحد سنة 1988، وهنا هنتكلم عن يوهان كرويف والتغيير اللي عمله في لاماسيا، مدرسة الكورة في برشلونة. وقتها كرويف قرر انه لازم مدربين الناشئين يبطلوا يرفضوا الاطفال لمجرد انهم قصيرين، وقال ان لو عندي اتنين لعيبة زي بعض في كل حاجة بس فيهم واحد طويل والتاني قصير، انا هختار القصير، لانه اولا هيكون افضل في التحكم بالكرة، وثانيا انه هيحاول يعوض صغر حجمه بانه يقدم 120% من قدراته في الملعب. ونروح بقى لصيف 2009 مع وصول مدرب جديد لفريق برشلونة، كابتن الفريق الاسبق بيب جوارديولا. ومع بداية فترته في برشلونة كان في مفاوضات بين نادي ميلان وبين لاعب وسط الفريق تشافي هرنانديز. وقتها بيب قعد مع تشافي وشرح له الفريق هيلعب ازاي وايه الطريقة اللي هيكون عليها التدريب، وكمان قرر تصعيد شاب غير معروف من الأكاديمية اسمه سيرجيو بوسكيتس، وبكده قدر يحافظ على تشكيلة نص ملعبه. وخلينا نشوف كل واحد منهم بدأ ازاي مع فريق مقاطعة كاتالونيا. الأول هو تشافي هرنانديز، مايسترو نص الملعب والعقل المدبر للفريق. تشافي من مواليد 25 يناير سنة 1980، وبدأ مسيرته في برشلونة وهو عنده 11 سنة يدوب. في موسم 97-98 انضم تشافي إلى الفريق الأول وشارك في أول مباراة له مع الفريق أمام مايوركا في نهائي كاس السوبر الإسباني، وساهم في فوز الفريق لما سجل هدفه الأول في مباراته الأولى مع الفريق الكتالوني، وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الليجا عام 1999، واستمر في المشاركة مع برشلونة ووصل للمباراة رقم 300 بقميص الفريق وهو عنده 25 سنة يدوب. وتشافي عنده في تاريخه مع برشلونة مباريات كتير هتفضل في الذاكرة لوقت طويل، لكن أبرز الماتشات دي هو كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة سنة 2009 وفوز البارسا التاريخي 6-2. وفي اليوم ده قرر تشافي يصنع 4 أهداف لفريقه في واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق. أما بقى اللاعب التاني معانا هو أندرياس إنيستا الرسام، اللاعب اللي كان بيمثل كرة القدم في أبسط وأجمل أشكالها، كان سابق الكل دايما بخطوة، والأكيد إنه واحد من أمتع اللاعبين في تاريخ كرة القدم من أول ما قلنا يا كورة. إنيستا من مواليد 11 مايو سنة 1984، وتعلم الكورة في مدرسة لاماسيا، وخلال فترته في الناشئين كان واضح جدا إن في موهبة عظيمة بتتكون وهتكون إضافة للفريق الأول. وفعلا في 2002 يتصعد إنيستا للفريق الأول عشان تكون أول مرة يتشارك فيها تشافي وإنيستا في نفس الفريق. وأول لقاء جمع الاتنين سوا كان مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا وفوز البارسا 4-0، وبعدها شارك الثنائي مع بعض في 412 مباراة بقميص برشلونة، بالإضافة ل 73 مباراة مع منتخب إسبانيا. وأبرز محطات إنيستا مع برشلونة كلنا عارفينها: غدارة غدارة غدارة، والله زمان. هدف إنيستا الشهير في مرمى تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2009. ندخل بقى على العمود الثالث في نص الملعب، سيرجيو بوسكيتس، اللاعب اللي اكتشفه جوارديولا واختاره على حساب لاعب عظيم زي يايا توريه. جوارديولا كان بيقول ان الكرة في رجل بوسكيتس هي بالظبط كرة برشلونة، الهدوء في الاستلام والتسلم
القدرة على الخروج بالكورة بغض النظر عن ضغط الخصم. بوسكيتس في عز تألقه مع البارسا ما كانش فيه لاعب في العالم قادر ياخد منه الكورة. الكورة في رجل بوسكيتس بتساوي تمريرة سليمة لزميله في الفريق. وتعالى بقى اما نشوف التلاتة دول عملوا مع بعض ايه من 2009 لحد 2015. اول مشاركة للثلاثي مع بعض كانت في 2008 ضد ريسينج سانتاندير في المباراة اللي انتهت بهدف مقابل هدف، لحد اخر لقاء ليهم سوا وهو الفوز على بايرن ميونخ بثلاث اهداف مقابل لا شيء في نصف نهائي دوري الابطال في 2015. وبين اول واخر لقاء ليهم مجتمعين كان في 19 لقب خلال 7 مواسم اكتسح فيها برشلونة اوروبا بالطول والعرض. الثلاثي شارك سوا في 182 مباراة، وده عدد المباريات اللي التلاتة كانوا موجودين على الملعب في نفس الوقت، وقدروا يفوزوا في 124 لقاء ويتعادلوا في 40 مباراة تانية مقابل 18 خسارة فقط خلال 7 مواسم. يعني لو تشافي وإنيستا وبوسكيتس بيلعبوا هما التلاتة، نسبة فوز برشلونة كانت بتقرب من 70%، وحسب كتير من جمهور برشلونة موسم 2009 هو أفضل موسم للثلاثي، وطبعا السبب هو السداسية واللي هنخص فيها بالذكر تشافي، لأنه قدم أكتر من لقاء محفورين في الذاكرة، زي مثلا كلاسيكو 6-2 ضد الريال، وصنعته 4 أهداف في اللقاء، لكن في مباراة تانية افتكرتها؟ نهائي دوري الأبطال في 2009 ضد مانشستر يونايتد، وبالذات صناعته للهدف الثاني، كرة طالعة من رجله بالمسطرة على دماغ ليو ميسي اللي بيحطها يا عيني على الجمال في الشباك عشان يفوز تشافي بجائزة رجل المباراة، ويستمر في أدائه الأكثر من رائع في الموسم ده. وفي العام اللي بعده شارك الثلاثي بشكل أساسي في فوز منتخب إسبانيا كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، وطبعا صاحب اللقطة الأبرز كان أندرياس إنيستا وتسجيله للهدف الفوز في المباراة النهائية ضد هولندا. ووقتها كان تشافي وإنيستا مرشحين لجائزة البالون دور بجانب ليونيل ميسي في 2010. وخلينا نوصل لواحدة من أجمل البطولات الأوروبية وأكثرها متعة في تاريخ الكورة كلها، بطولة 2011، وفوز برشلونة الأسطوري في النهائي على اليونايتد مرة تانية لكن بنتيجة 3-1. كتير من المحللين بيعتبروا أن أداء برشلونة في الليلة دي على ملعب ويمبلي هو أفضل أداء في نهائي البطولات الأوروبية. سير أليكس فيرجسون بعد خسارة تاني نهائي على التوالي اتسأل عن سبب الخسارة ضد برشلونة، وقتها قال فيرجسون أن برشلونة عندها تشافي وإنيستا وبوسكيتس، دول يقدروا يباصوا لبعض طول الليل ومحدش هيقطع منهم الكور. ووصف فيرجسون المباراة دي بأنها أكتر مرة حس فيها أنه عاجز قدام أي فريق خلال مسيرته. استمر الثلاثي في الفوز بالبطولات مع برشلونة وإسبانيا، لكن كان في بطولة ناقصة مسيرة بوسكيتس وهي بطولة اليورو، واللي قدر تشافي وإنيستا يفوزوا بيها في 2008، لكن بوسكيتس كان لسه ما شاركش في البطولة أصلا. وفي 2012 نجح بوسكيتس إنه يفوز بالبطولة للمرة الأولى بعد الفوز على إيطاليا في النهائي بنتيجة 4-0. وفي موسم 2015 اللي كان الأخير لتشافي قدر برشلونة إنه يفوز بالثلاثية، وآخر مباراة لتشافي كانت نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس لما شارك كبديل. مع رحيل تشافي انتهت فترة تاريخية في نص ملعب برشلونة ما حصلش زيها قبل كده، وأظن إن مش هنشوف زيها تاني قريب، والحصيلة كانت رائعة بمعنى الكلمة. الفوز بالدوري 5 مرات وكاس الملك 3 مرات بالإضافة للسوبر الأوروبي 4 مرات، وأهم إنجازاته كانت الفوز بدوري الأبطال 3 مرات والسوبر الأوروبي 2 وكاس العالم للأندية 2، بالإضافة لكونهم أول فريق ينجح في الفوز بالسداسية التاريخية. وبعد 2015 مشي تشافي، وبعدها بكام سنة إنيستا هو كمان راح اليابان، واستمر بوسكيتس في الفريق لحد النهاردة. وعشان اللي عمله الثلاثي لبرشلونة وإسبانيا أنا عايز أفكرك بحاجة مهمة، الكرة رياضة بنشوفها بعينينا قبل ما نكون بنقراها كإحصائيات أو أرقام، وده اللي قدمه الثلاثي. طبعا هم قدموا أرقام كتير وبطولات أكتر، لكن أساس تاريخهم في الكرة هيكون المتعة اللي قدموها، عشان كده عايزك تتمتع بالكرة على قد ما تقدر، وطبعا تتمتع بالقناة وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى كل يوم الفيديوهات الجديدة. يا سلام بقى لو تعمل لايك وشير وتسيب رأيك في الكومنتات. والسلام ختام سلام.